في الأثناء أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته البالغة بوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق القناة على أرض سيناء الغالية، وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أعرب السيد الرئيس كذلك عن فخره واعتزازه بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي، وذلك بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصر الغالية بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري بديع.